من في رأيك سيكون بطلا للدوري الإنجليزي وسط منافسة كبيرة جدا هذا الموسم في النهاية؟ هذا الموسم موسم تنافسي على بأعلى شكل، ولكن نتوقع المزيد في هذا الموسم. لدينا مانشستر سيتي يكافح الآن قليلا ويعاني قليلا، ولكن ليفربول في تطور يتقدم بشكل جيد، وأيضا أرسنال. لدينا مفاجأة الموسم أستون فيلا مع إمري أوناي يؤدي بشكل جيد ونتائج جيدة، ولكن أعتقد أن البطل سيكون في هذه المعركة سيكون بين ليفربول، مانشستر سيتي، أرسنال، واحد من تلك الفرق الثلاث. هي منافسة رائعة، منافسة كبيرة، ولكن على طاولة المنافسة لا تعرف من سيفوز، لذلك الجميع يدور حول الطاولة والجميع يريد الفوز بالمباريات. المباريات تكون مشدودة كثيرا، ويكون لديك العديد من الفرص أمام المرمى، فبالتالي الإحصاءات لديك إحصاءات كبيرة بعد كل مباراة. الإحصاءات تؤثر، الإصابات تؤثر على مجريات المباراة القادمة، لا نعرف. لديك بطولات دولية قادمة ستؤثر على مستوى بعض الفرق، وأيضا المشاركة في دوري أبطال أوروبا أثر على مستوى بعض الفرق الأخرى، لذلك لا نعرف. ربما واحدة من تلك الفرق الثلاث سيفوز بالبطولة، ليفربول أو مانشستر سيتي أو أرسنال. هذا هو رأيي الشخصي.